نشدد على وجوب التزام القوات الأمنية بواجباتها في حماية المواطنين وكذلك الأملاك العامة والأملاك الخاصة، والالتزام بضوابط التظاهر السلمي المسموح به وفق القانون. ضمن السياقات الأمنية، هذه خليناها قبل سنتين أو ثلاث سنوات، تذكرون قبل ثلاث سنوات انطلقت مظاهرات في كل المحافظات العراقية، أعطينا توجيه واضح للقوات الأمنية أن تكون هناك ثلاثة أطواق ويكون السلاح فقط بالطوق الثالث البعيد في حالة وجود تهديد إرهابي أو تهديد من بعض العناصر التي تؤذي المتظاهرين، لأن واجب الدولة حماية المتظاهرين وحماية المواطنين أيضا حماية القوات الأمنية نفسها. لم نكن نسمح بحمل السلاح في الطوق الأول والثاني حتى لا يحصل خطأ، ممكن يحصل نوع من التحدي، نوع من الجانب الشخصي وغضب قد يؤدي إلى إطلاق نار بشكل غير مقصود يؤدي إلى ضحايا. اللي حصل في البصرة هذا خاضع للتحقيق، من الذي أصدر أوامر بإطلاق نار؟ من الذي أطلق نار أصلا في البداية ابتداء؟ وهل السلاح كان موجود في الطوق الأول، الطوق الثاني أو الطوق الثالث؟ أرسلنا لجنة من بغداد لتقصي الحقائق وللتحقيق في هذا الموضوع، وننتظر تقرير اللجنة، ربما اليوم تعود اللجنة كما أخبرتنا وزارة الداخلية، وننتظر نتائج هذا التحقيق. يهمنا حماية المتظاهرين، حماية المواطنين، حماية الأجهزة الأمنية كذلك. هذه الأجهزة الأمنية هي من الشعب، والمواطنين هم أيضا من الشعب، ويجب أن نحميهم جميعا ونمنع أي إيقاع بين المواطن بين الأجهزة الأمنية.